ما عرفتش علاش غالبا ملي كتسول اي واحد قراي وقرايه كيجيبوا نقاط واعرين كي درتو ليها ومن اين لكم هذا كيف ولماذا كيجاوبوك هذاك الشيء من عند الله الذكاء ديالنا فطري انا ورثته على الوالد ديالي ولذلك غير بلا ما تحمق راسك كي عطاك الله شي حاجه في دماغك راه عطاها ليك ما عطاها ليكش رباب القدر وبلا ما تعذب راسك. واش هاد الهضره حقيقيه؟ واش الذكاء والتفوق الدراسي فطري او مكتسب؟ واش بامكاني حتى انا نتحول من تلميذ وطالب كسول الى قراي كيتضرب به المثل؟ واش بامكاني ندوز من الحماره للطياره وحتى انا تبان بيا الوالده قدام الجاره؟ هذا الشيء اللي غتكتشفوا معايا في هذا لا فيديو اللي غنبارطاجي معكم فيه اخر ما كاين في ابحاث داروهم علماء النفس والاعصاب على الطلبه المتفوقين كيفاش كينظموا وقتهم وكيفاش كيراجعوا دروسهم، واللي كنصح انك ما تزقل فيه حتى ثانيه لان المعلومات مترابطين مع بعضياتهم واذا هربت لك غير نويطه وحده فمن الاحسن ما تشوفش الفيديو وسير دير شي حاجه اخرى لانك غتضرب كل شيء في الزيرو. وهذا الشيء علاش خيهرو وجد لي ورقه وستيلو وعلى بركه الله يلا نبدا. ما تنساوش كليكيو على لايك فولو وسبسكرايب باش يوصلكم جديد الفيديوهات المفيدة، وتخليو لنا شي كومونتير زوين. القانون رقم واحد، خلي المذاكرة عادة، اللي قطعها يتعادى. كيفاش عادة؟ إوا سيدي ها هي كتعاودو من بعد، ياك ما كتعاود غير الصلاة على النبي، فاش غينفعنا هاد الشيء؟ أسيدي لافونتاج ديال العادة هو أنك كديرها أوتوماتيكيا بلا ما تفكر فيها، وهذا هو الهدف ديالي من هذا لا فيديو، نردك مدمن ديال القراية كيما راك مدمن ديال التليفون والألعاب والأفلام، وهذا الشيء علاش غادي نوريك الطريقة باش تولي تشهى غير إمتى تقرا كيما كتشهى كسكسو نهار الجمعة، وذلك عن طريق الاستراتيجية اللي بارطاجها معنا الكاتب جيمس كلير في كتابه عادات ذرية اللي بازا على أحدث الدراسات في علم النفس والأعصاب، واللي إذا تبعتي معايا هذه الطريقة غتلقى راسك فقط بخطوات صغيرة كتحقق نتائج كبيره. واول خطوه خاصك تبدا بها هي الاشاره، فبنفس الطريقه اللي كتسمع بها نوتيفيكاسيون ديال التليفون وكتشعر انك تشدو تلفيه غادي تقلب معايا على اي اشاره اي مهيج ملي كتشوفو او تشمو او تسمعو او تقيسو كتولي تشهى القرايه. بحالاش مثلا تقدر تشري ريحه خاصه بالمذاكره بحيث انك بدا ترشع عليك ديما قبل ما تقرا وانت كتقرا، وهكذا دماغك في كل مره كيشم في هذيك الريحه كيتشهى انه يهز الكتاب. تقدر ايضا تقلب على موسيقى محفزه او موسيقى هادئه او تركيزيه تقلب عليها في يوتيوب بحيث انك تسمع ليها وانت كتقرا، فهنا دماغك غادي يولي يكون واحد الرابط قوي ما بينها وما بين القرايه لدرجه انك نهار تطلقها غادي تولي تشهى القرايه. وبما انني حافظك مزيان كما حافظ راسي وعارف كي اذا مشيتي تهز التليفون تقلب على موسيقى خاصه بالقرايه غادي تصدق تالف مواقع التفاخر الاجتماعي. كخطوه عمليه كنصحك تشري كاسك او ام بي 3 وتديرو خصيصا للقرايه، بمعنى انك تحط فيه غير الموسيقى الخاصه بالدراسه، ونهار تبغي تقرا ما تقولش لراسك يلا نوضو نقراو، فقط هز الكاسك وخدم المزيكا ديال القرايه وراسك بوحدو غادي تشهى ينوض يقرا بلا ما تفرط عليه. نفس الشيء غادي ديرو مع الريحه، باش نكونوا عمليين تطبيقيين غادي تشد ورقه وستيلو وتكتب قائمه المواد او الموديلات اللي كتقرا وتصنفها من الاصعب للاسهل، وغادي تشد الماده الصعيبه اللي كتعقدك في حياتك، وغادي تمشي عند بائع العطور وتجرب كاع الروائح اللي عنده وتختار ليا على ذوقك افضل وحده كتسيرك فيهم، وغادي تشد الماده الصعيبه بحال مثلا الرياضيات او الفرنسيه اللي فايس درنا عليهم فيديو او هنا، وتشتها على راسك وانت كتقرا. هنا دماغك واخا ما كيحملش الماط او الفرنسيه غادي يبدا يربط ما بين العطر الزوين والماده المعقده، وغتلاحظ انك مع الوقت وليتي كتبغي ديك الماده لان دماغك خلطها مع الريحه الزوينه. ونهار تبغي تقرا الماط او الفرنسي ما غاديش تقول لدماغك نوض نقرا، ولكن بطريقه غير مباشره غادي تقولبو بانك تشتش على راسك الروائح الزوينه، وهنا دماغك غادي تشها يهز يقرا الماط بخاطر خاطرو. بصفة عامة أي حاجة كتعقدك حاول تخلطها ودوزها في وجه شي حاجة اللي كتيرك، بحال مثلا أنت ما كيعجبكش الروز، إذا خلطتيه مع الطون بمطيشة غادي يولي يعجبك، أو تعبير آخر غتلاحظ أن الروز غيدوز في وجه الطون، كيما كتخلط زويتة مع فريميجة الزيت كدوز في وجه الفرماج، الماط أو الفيزيك أو الفرنسي أو أي مادة كتعقدك غادي تدوز في وجه موسيقى غزالة أو رويحة قتالة. هكذا كنكونوا هضرنا على مهيج اللي كيعتمد على السمع اللي هو الموسيقى، ومهيج اللي كيعتمد على حاسة الشم اللي هو الرائحة، ودابا غادي نعتمدوا على مهيج اللي كيعتمد على البصر واللي هو التفاح. تقدر تشري كيلو ديال التفاح وفين ما تقرا تحط التفيفيحة فوق الكتاب هكاها باش دماغك انفو يولي يشوف التفاح يربط التفاح مع القراية، دونك كضرب التفاحة وكتشهى القراية، أو كما كيقول المثل الإنجليزي an apple a day keeps the doctor away. ثاني نصيحة هي الروتين أو ما يطلق عليه جيمس كلير بالاستجابة. مهم جيمس كلير في الكتاب ديالو عادات ذرية كيطلق عليه الاستجابة، وتشارلز دويك في الكتاب ديالو قوة العادات كيطلق عليه الروتين. كيفاش نرد قرايتي؟ روتيني اليومي.
واش ما كتلاحظش معايا انك شحال من مره كتمشي تقرا في شي قهوه وكيدوز لك النهار مزيان فيها وكتشوف راسك قريتي بزاف وبتركيز عالي، فهنا دماغك ولا كيربط ما بين جوده الدراسه والبلاصه اللي هي المقهى، لدرجه انك نهار تبدل ديك القهوه وتمشي لوحده اخرى ما كتطلع لكش الكانه ديال القرايه، او شي نهار كتقرر تقرا غير في الدار وكتحس براسك عيان كتضرب مع النعاس، صافي دماغك ولا في ديك القهوه لدرجه انه ما يقدرش يقرا في شي بلاصه بلا بها. هنا غتفهم معايا الدور اللي كتلعبوا البيئه او المحيط في جوده المذاكره. وإذا سولتي راسك علاش تركيزك كيطلع في القهوه، فالجواب يقدر يكون هو اولا القهوه براسها اللي كتشربها وكيحصلوا لك الكراسه، بمعنى انك كتشرب القهوه اللي فيها ماده الكافيين كتزيد من الانتباه والتركيز ديالك، الشيء اللي كيزيد من الفعاليه ديال القرايه. ثاني سبب يقدر يكون هو النظام، القهوه كتلقى كلها طبله في بلاصتها مسوحه والارض نقيه ومكالميه، فهنا كتفهم ان السبب اللي كيخليك ما تركزش وانت في الدار هو غالبا يا اما الغرفه ديالك مرونه وحوايجك مزلعين فيها وبالتالي افكارك يستحيل انهم يتنظموا في وسط من الروينه، او كتلقاك كتقرا في نفس البيت اللي كتنعس فيها وبالتالي دماغك كيربط ما بين البيت والنعاس، وهذا الشيء علاش نهار كتهز كتبك تقراهم كتحس بسكرات النوم، لان دماغك بحال اللي تيقول لك في ديك اللحظه حبس السي الشريف هذه راه بيت النعاس ماشي بيت القرايه اش كدير. هنا الحلول اللي يمكن لك تخدم باش تخرج من هذه المشكله هما غتهضر مع صحاب الدار يخصوا ليك بيت خاصه فقط غير بالقرايه وتكون منظمه ومرتبه وكل حاجه في موضعها، او في حاله ما كانت القضيه محزوكه غادي تضر او في حاله ما كانت القضيه محزوكه غادي تدرب راسك انك مباشره من بعد الفياق تطوي فراشك وتجمع بيتك ودير كما كنت كندير انا ملي كنت كاري في بيت الطلبه، كنخرج كاع الفراش من البيت ونحطو يتشمش على برا باش حتى اذا تشهيت نضربها بشي نعسه وانا كنقرا كنلقى تحس مني غير السيما. المهم راه ما يمكنش تنظم افكارك في وسط من الفوضى، ولذلك تعلم ترتب البلاصه فين كتقرا وتشري لك شي بوله ديال القرايه بحال هادي، وملي تبغي تقرا تنظم المكتب ديالك وتطفي الضوء وتشعلها باش تكونسونطرا مع القرايه، ويمكن لك تمشي لقاعات المطالعه تقرا فيها. المهم خاصك تركز على البلاصه فين كتقرا تكون ملائمه ومشجعه على التركيز والانتباه وكتفتح لك الشهيه ديال المذاكره. وإذا التزمتي بهذه النصائح كتولي القراية روتينك اليومي، ففي كل لحظة كتشوف فيها الشومبر ديالك مقادة وكل حاجة في بلاصتها كتشاهد تنوض تقرا. ودابا ندوزو للخطوة الثالثة والأخيرة واللي هي المكافأة. كيقول جيمس كلير في الكتاب ديالو العادات الذرية أن المهمات اللي كنتجازاو عليها مباشرة كنعاودوها، والمهمات اللي كنتعاقبوا عليها مباشرة كنتجنبوها. وبالتالي أهم نصيحة باش تولي مبلي بالقراية هي أنك تبدا تكافئ راسك مباشرة، وسطر معايا على كلمة مباشرة، من بعد ما تشوف راسك قريت جوج ديال الساعات بجودة عالية، كافئ راسك بأي حاجة كتفوج عليك، مثلا شي أكلة مفضلة ويستحسن تكون صحية، باش ماشي دير بحال القلق اللي يجيبو سولدو ويعميه. تبغي تكافئ راسك بطاكوس تصدق خاسر فلوس وزايد فلوس والعجز. مثلا تقدر تكافئ راسك على كل جوج سوايع ديال القرايه بخمسه دراهم كاجو او تفاحه او اي حاجه كتعجبك، وماشي بالضروره ماكله، تقدر تكافئ راسك مثلا بانك تفرج في شي فيلم اللي كيعجبك. المهم ترفع على راسك باي نشاط اللي كيمتعك باش دماغك يولي يفهم انه اذا بغى ياكل الاكله المفضله ديالو او يشوف الفيلم المفضل خاصو يدفع الثمن ديالها اللي هو جوج سوايع ديال القرايه، او اذا بغى يمارس النشاط المفضل ديالو خاصو يخلص الحق مسبقا. وديما ما عمرك تسبق المكافاه، ديما خليها هي التاليه وكون صارم مع راسك، ما تكافئ راسك حتى تشوف راسك فعلا درتي شي حاجه اللي تستاهل. مثلا ساليتي شي سيريه ديال الماط او الفيزيك او الفرنسي، ديك الساعات تستاهل تشوف شي حلقه من شي سيريه في نتفليكس، او ساليتي شي ماتش ديال الفيزيك ديك الساعه سيدي تستاهل تشوف ماتش ديال الرجاء والوداد او البرسا والريال. المهم الانشطه اللي كيمتعوك استغلهم افضل استغلال في انك ما تديرهم حتى تخلص الحق ديال الواجبات المدرسيه. وفي حالة شتي راسك تكاسلتي على القراية شي نهار، هنا أيضا خاصك تعلم تعاقب راسك بأنك تحرم راسك من الماكلة المفضلة ديالك أو الفيلم المفضل أو النشاط اللي كيمتعك، هكذا دماغك كيولي يفهم أنه النهار يدير اللي عليه كيكون كيستاهل أنه يترفه ويتمتع، ونهار يماطل أو يتفلى كتعاقبه بالحرمان من المتعة ديالو. وهكذا كنكون بارطاجيت معاك ثلاث خطوات عمليه تطبيقيه غتولي بها مبلي بالقرايه لدرجه انك غتولي منغمس 100% في الاسباب والعادات والطقوس اليوميه حتى تولي تحس براسك مرفوع وانت في وسط القرايه، وما بقيتيش كتقرا باش تجيب نقطه واعره ولكن كتقرا لان القرايه في حد ذاتها ولات متعه وبليه، واللي بطبيعه الحال النتائج غادي يجيو بوحدهم وغادي يكونوا اكثر من داكشي اللي كتوقع. ونهار تشوف 18 في الماط و19 في الفيزيك و17 في الفرنسي ما غاديش تجيك شي حاجه، ما غتفرحك شي فرحه قد الفرحه اللي حسيتي بها وانت كتبريباري الامتحان وكتخرج ليا التمارين وكتشرح لصحابك الفقرات المعقده، وثق بيا انك اذا وصلتي لهذا المستوى ما غاديش تولي تضارب مع راسك باش تقنعو ينوض يقرا، ولكن غادي تولي تضارب معاه باش تحبسو على القرايه وتوصل للغايه وتهز الرايه.
هذا ما كان خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، اللي ما تنسوش بارطاجيوه مع صحابكم باش تعم الافاده وفين مرتي حس بالسعاده. وما تنسوش كليكيو على لايك سبسكرايب وجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات اللي غنناقشوها ان شاء الله. ما تنسوش كليكيو على لايك فولو سبسكرايب وتخليو لنا شي كومونتير زوين، وما تنسوش تابوناو معنا في القناه باش يوصلكم جديد الفيديوهات المفيده. وكما العاده تهلاو في راسكم بزاف، وعرفوا انكم اذا ما تهلاوش فيه ما كاينش اللي غيتهلا فيه. ثانكس فور واتشين اند سي يو ان ذا نيكست فيديو. بيس. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look